بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده هتكلم مع حضراتكم عن حاجة مهمة جدا، يعني مش بنديها حقها كفاية في الوقت الحالي. الحق ده هو حق الطريق. حق الطريق ده يعني الرسول عليه السلام كان في حديث بيقول، الرسول عليه السلام كان بيقول للصحابة: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد، يعني ما فيش مفر يعني من الحاجة دي، والجلوس على الطرقات ده ضروري. قال: فإن أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقه. يعني لو انتوا مش هتقدروا ان انتوا ما تقعدوش على الطرقات كده، ادوا الطريق حقه. قالوا له: يا رسول الله، وما هو حق الطريق؟ قال: حق الطريق غض البصر وكف الأذى، غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 5 حاجات من حقوق الطريق. المشكلة الكبيرة إن الناس كلها مش عارفة إن الطريق ده له حرمته وله حقوق على كل واحد. الطريق بالنسبة لنا في الوقت الحالي يعني طبعا اختلف عن الماضي، دلوقتي يعتبر المجالس اللي هي في الطريق دي اللي هي زي القهوة، زي الكافيهات، زي الحاجات اللي هي اللي بقت في الزمن الحالي. يعني كان الأول الناس بتقف على ناصية الشارع، على وما زال في الوقت الحالي الناس بتقف على ناصية الشارع، زي الشباب مثلا ممكن يبقى واقف على أول الشارع على ناصية الشارع وهكذا. طبعا الأمور اللي زي كده بتبقى فيها بهدلة للناس. اللي بيقف ده يعني مش بيدي للناس حقها، معاكسات في بنات الناس، كلام مش كويس. إن الشباب حتى اللي واقف بيتعاملوا وبيجيبوا في سيرة وأعراض الناس بطريقة مش كويسة. فين هنا بقى حق الطريق اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قاله؟ يعني أول حاجة من حق الطريق غض البصر. غض البصر يعني الشاب اللي واقف مع أصحابه مش لازم كل واحدة رايحة وجاية أبص عليها وأتكلم وأجيب في سيرة الناس. الكلام ده مش من حقوق الطريق، مفيش حد بيعمل كده. طبعا الكلام ده حرام وما ينفعش، لازم غض البصر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يعني لو أنت ليك غرض في وقفة الطريق دي، لو مالكش غرض ملهاش لازمة. طيب كف الأذى، كف الأذى إن أنا ما أقعدش أجيب في سيرة الناس اللي حصل واللي ما حصلش، ومين قال ومين ما قالش، ومين عمل ومين ما عملش. طبعا القعدة على قهوة زي ما بنقول، أو على الطريق مع الأصحاب أو مع الزملاء أو بأي شكل من الأشكال، لازم يجي فيها الحوارات دي، غض البصر وكف الأذى ورد السلام. رد السلام ممكن يعني اللي بيعدي بيسلم، فلازم ترد عليه السلام بالطريقة الدينية الإسلامية، مش بأقف علشان أعمل مشكلة وعلشان أسب اللي ماشي وعلشان أشتم اللي جاي وأعمل اللي رايح، زي ما بيحصل في الأيام اللي احنا فيها بكل أسف. كمان الأمر بالمعروف، يعني ممكن مثلا لو هقف في طريق او هقعد على قهوة او هقعد على كافيه، يكون حاجة فيها ضرورة. الامر بالمعروف يعني هقعد مثلا هقابل حد، هنعمل مصلحة لشخص مثلا غلبان او شخص على قد حاله، او هنتفق على حاجة مثلا نعملها للمنطقة اللي احنا فيها، او عايزين نفيد المكان اللي احنا فيه.
يعني دي حاجات انا بتخيلها ان هي ممكن تكون ذات قيمة، يعني مش ان انا اقعد علشان اعمل مشاكل واعمل خلافات واعمل حوارات. يعني الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، طبعا كلنا عارفين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ان انا اعمل كل حاجة مفيدة للاسلام ومفيدة للدين وتفيد المجتمع، لان المجتمع مش ناقص مشاكل، المجتمع مش ناقص مشاكل ووقوف على طريق ووقوف على ناصية شارع والكلام ده. الامور زادت عن الحد اللازم في كل الدول، مش عندنا لوحدنا او مش عند غيرنا، يعني الكلام ده بقى موجود في كل الاماكن. للاسف احنا المسلمين اللي المفروض نعمل اللي الرسول عليه الصلاة والسلام امرنا بيه، احنا اللي بنتبع اهوائنا وبنتبع الشيطان للاسف في كل حاجة غلط. يعني مش بنعمل الحاجة اللي هي تفيد، احنا بالعكس بندور على كل حاجة نأذي بيها بعضنا وكل حاجة نضر بيها بعضنا. نقول تاني، حق الطريق، غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دي الخمس حاجات اللي الرسول عليه السلام قالها إن هي حقوق الطريق. أتمنى يا رب إن كل الناس تعرف حقوق الطريق بالنسبة لها، ونعمل كل حاجة صح للمجتمع وللناس وللبشرية. وأتمنى يكون لنا لقاء قادم بإذن الله، وأترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.